بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة أنا ديم ودانا وحي قصة أنا كهلا يسا ننتجارة أو مال قبينها أو ملك موت الباب كأصو قرعي. فخرج إليه بعض الغلمان ننكي يعني حولها بدن لها ولسي ثمت كم لها أصو بحي. فقالوا له حبيل هذه ما حاجتكم حنا عدونك. فقال له محوير ادعوا إلى سيدكم أي أدعو لي أدعو أي هي ويروا إلى سيدكم ومن مسكين وعلى الله أنه مركي يريدوا تاريه مركي لقفر يا ربح عربتا منك إثباشا سيدك كا هذا الرواي يوير فانتهروه يعني وي عنامتين وقالوا حيلا مثلك يخرج إليه سيدنا ما أضاو كله سيدك أنا أصبحي وانين ما القبير أيوها أو لعقبر اسكايستا أو اسكتنر قو اسكتنر أحي مركاسو مال مال ما هكمي ده ninkii wuxuu u yiri qaraabadiisi iyo qoyskiisi ayuu u yirtay waa ninkii lacagti boo meel uu kal dhigay waa markaas la xoola qalay markaas cunto nooc nooc loo sameeyay markaas oo ninkii markii heerka wuxuu cuneen oo meesha sheeko iyo iska socoto kursigi boqorto isku kursigiisa quruxda badnaa oo saa u fariistay ninkii maal qabeenka aha markaas uu hadirto kadib ina shaqaysay uu baahnaa waxa lacag heli karto waa heshiis من جد وكبح ذهب واسكبح وارجنت محاوب بعض يا تقانة واسم هذي مركعت كذا هاللي كت إذا هذي كت ماله وإن هوصل في ريا الباب كله صوق راعي جوج 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 وليش سكيب كبرنا والكمدها أرضي مركو الباب كفري وأنا مسكين وياك ومريح وطه وحوي كاسور سيد كبر قهربي مركاسور ما حسيت كربت وعسيت موكت المها انا هدي متقانا اي اركان ابوهد انا لما تقانا وحك افعلي بلا ارك اما انه وشو كسو كران دي ابوهد نفقير هذيك كلمه عامه مثلا مركاسور ما حكيت وريا ابي ما توصلي صح مسكينتها ما حسينا اه مركاسور ما توصلي اني وحنو باهنا سيدك غرغ كاسور ور بح سيدكم بالاك سيد قب وك الباب كو خره مركو اتغي ابي مخو كو يراه دبا شيخ صالح معلي عبد الله ايا قصه اي قيب غليو اسغا بل حنو شيو واه دم درنتاي ايغو ييرا وحنا دني مدح وينا واربح ماشي كذا قاط اديك الله حفاظ اركيزا واب الله الريبه هيا قال وحي نعم وانا كلو اي مالا يا انا كلا اي يري اي يري نين كان وانس بو كلسون دي بلاش بو على الحين هي موي نين اسكو كلسون وي وملك موت وي امر الهي بو تاو مرحبا مركا وي بكا يابين فجاؤوا وي يمالين فاخبروا سيدهم بذلك وحال نين مسكين وعلى الحين بايريد تاغنو وحولي اي يري فقال وحي هلا ضربتمو وكاسك الله لك راعي ما اقرا عودي واسد قلمي لقى هذا الشيء. واسد أقول لك المقتنع قال عقدك عقد تيست. وحول لها ما أنا وربي كلام حد وقرا ويسين. شنك أو بين شيء يا حولة. لكن مركي أو سيدا سيري حوجا كذب. حد أنا محد عي. شيخ صالح أنا وقرا رمي. فعاد وصان وقد نك مسكين كهاي يعني فقرع الباب قرعا شديدا مرة بعد الباب قرع يفتح لي سحب وصو قرع. واسد هرا أنا هين. فخرجوا إليه ويصابحان فقال وحي إلى أخبر سيدكم أشهد أني ملك الموت إن أنا نرو ملك الموت هاي أشهد هاي أشهد أبوي مرحبا فلما سمعوا منه ذلك مركي مغلان وقع على الجميع الذل ورت كل واد بدل بقعد عوالة وضع نحي ودخل عليه ملك الموت مركي بدلق بصيره أهي هاي نكي بوي مدبو بدل نفتو الرأينو كقال رأي بقعد عي كونها ساو قريرة وصل شيء شيخ صالح دنتي سو عمر يحيي هو ملك موت ملك موت وي قف كاس كسو دغايو صوره اس مسكين سو يليا اي مريها حن حن وتا اي رفاسن اي ويل كاني ما تقانا الباب كو خريو اي الهي كو سم ديده ان كان لعقته است تجار كاي كبري ee kursiga saas uu dhacriyay uu leeyahay maxaad u garaaci weeyseen ee haddana soo garaacay waa malakumowd dantisa umar yuxun yahay waa malakumowd
لكن مركي سيدا او داتين الرعب او كوالا داعي اي دلوبين ايقا دماء محا داعي عف ما تاما الله سي الشيخ صالح معالى عبد الله ايا قصدا سي سي ام بقالي فلما احضر مركي لسو حاضري اموال مالكي ورمحوين بالحوله كان اي وحي بالها با ادنعيها لقصو توري مالكي يسيبو في ريو تحصرني وتعصر وقال وحو يري لنفسه الله قادر هو وقال متى يقين في انه قادر مالك والله لا يلعنك الله من مال الله كل لعنه غير مالك اي لعنه الهي هو كغدعه اي اشغلتني وهذه شغل عن عباده ربي عباده الهي بعد يوم مشغول سي واحد يقبت مال هل الدنيا هذه مره ورا كل تكتو حد هو ادن ايدي بلاي الله كور الدنيا بركه مال وحنا ذا الهه ما دي مره دولس عجيب وواحد عاو عاديه نيك تجار كاهي waxaan maqal jiray ee wanka ila la qalo indhihiisu cirka ma arkaan ninka lacagtan heystaa wax kasti loo sheego lacagti inta uu heesto isaga Soomaaliye ilaah ama ilaah yar Soomaaliye oo umadu ku duleynaya oo lacagti meesha loogu tala ku bixin maayo oo laakiin maalinta nafta yarta u timaado ayuu shalaytidii shalaya waa ninka tujaarka ee lacagta heysta inta badan wey inta badan wey ku muslimiinta ugu daran ku muslimiinta ayaa ugu daran markii wariyada ku daalne markii malaka maut iyo tujaarkii reerkii samantaasi casuumay ee lacagta yiri bas weey hadda kadib ee u sheegay inuu shaqada ma u baahneen waxa ay inta uu cun laha oo adduunyo maal iska dhigay malaka maut isaga markii isqabsadeen wuxuu la calday maalkiisii uu la calday maalkaana wadaa dhibkii horseeday maalkii baa laga hadalsiiyay wala subhanahu wa ta'ala oo ka hadalsii مالكي با اجوابه استفاعه فأنبق الله المال مالكي با إلهي كهدشي وقال وحجري هيا لما تصبني محاذي عائسة وقد كنت تدخل على الملوك هيا بي وترد المتقين أنيك سببت إذا بقرآن أبوك اللي جيتو اللي بسود وينجري وهبل ما نحض دينك مالك لو يجعل هنا موتا نينك مالك لسيدي سو رئيسي سقيا هو وهذا الدولته يعني رقح حولها لآد ويقدر يوم لعلن ما ينك لقبعي لي حفظ يوم سوما مركب بقرناك وقل جيت عنك سبب تيدا وتردوا المتقين تمركب كوي ما ذا نوال علم جيت أو هذه اللي بوي رنا وديد جيت وقد كنت وحده تنفقني مد يقول بحي في سبيل الشر ما يشحون ودن بعد يقول بحين جرتي يا فلا أمتنع منك ولو كنت أنفقتني في سبيل الخير خيرك ودن سعداد يقول بحين لهي لما فعتك حدا أنك أنفعل هو ثم قبل ملك الموت روحه ملكم وزي انت عمركم مالك كوها الليبو نفتو منك كقالي وان سؤال سرفه وانا لتك مركا الدوية سيدا امبو قتك يا قف قوي وايه الدوية لغو شيغي بوا انت حوراها لغو شيغي اصان كالتاقي سي الكي وسنت هاي اي قفك مسكين كا ادو قيهين اي قفك مرافقة عسين ايسو وا انت بالفيني تاك تجار انت ماشي وانا اكسان هانتي دكوما بحيان نينك تجار كاهي haddii guri halka ka dhisto oo guri qurux badan dhistay kaas oo dhistay asa kuma qanacsana wuxuu leeyahay qofka maskiinka ka hoos yikiiso arkaa gurigeyga walaal waxa fal xumeeyay gurigeyga walaal waxa fal xumeeyay kaas bal fiir guriga ma aqaan ku bixin taas oo lacag jingad yaa jingad xun baa kanoo dhisan fiir jingad halaga burburiyo oo leh lacag oo bixiya qofku yaa subaxdi oo ilmihiisa waxa imaana ilmihiisa u shaqo tagay ama u qaraab tagay ama ma taqaanaa dadkii oo barkaas guri ka tagay ayaa waxa imaanaya ilmihii dugsiga ka yimid gurigoodii oo la burburiyay oo rag kuwaysan iyo rag ninkaasi u ah loyalty ay joogaan la xawla walaa quwwata illaa billaah lacagtu waa sidaa lacagtu ninka lacagta leh taga madaxda ah iyo kuwa ummadda dhibaateeya iyo waxaas waa la kulan yahay laakiin qofka miskiinka iyo u baahna ma soo gaari karo masoo gaari karo ha markii waxa weeye haaji tujaaru ninkaaga lacagta heesto lacagta heesta meel wanaagsan dar ilaahay ku bixi lacagta ilaahay ku sii dadka ku layn hebel hebel soo dilo maana wax iga sheega ha maana hebel hebel oo tujaar hebel hebel oo maal qabeen ha hala soo dilo maana wax iga sheega ha halaga baabiyo maana uga daba hadle kuma sugnaanin kiwidki is fuuqar fuuqarintu kuma sugnaanin maalkan aad ku bixinaysaa siyaasadda
ee alleedahay halays ku laayay qolada asiinaysay wax lagu qarinay ee wax lagu dilay ee umada lagu dhibaateen kuma banaan haddii diidisi in aan maalkaaga ninkaaga masaakiinta wax uga tarto dadka in aad yasin in aad dhihin muxuu anuu mahebel hebel anigu ahaa nin maskiin raadi kara haddaad tiraahdo maalin ba imaanaysa aad tiraahdo maalkaanu maxaa ikaa daba dhigay maxaa dhibiga oo isna kuu jawaabo malkumuun halka inta kugu dhigay jafkaas iyo nafta kaa qaado ayaa imaanaysa ha waxaa weye maanta xoolad haysataa waxaa weye maanta yar baa daasan dadka ha ku dhibaateyna xoolahaaga waxaa maanta xoolad haysataa wixii aa laga yaabaa dadkan ay wada lahaayeen inaad keliga gacanta ku haysato od keliga xuu ku haysato atleast dadka wax ka sii dadku waa dhibban yihiin gabadha umuleysa meelay ku dhasho ma haysato qofku habeenkii meelu ka galo roobka ma haysto dadku waa dhibban yihiin mataqaanaa dadku waddooyinku waa ka xiran yihiin ama way ka jabsan yihiin mataqaanaa dadku mataqaanaa ceel biyo ka caban qaarkood ma haystaan qaarkood ilmuhu waxbarasho ma haystaan lacagtan aada hayseed ku kibraysid waxaa weeye meesha lagu soo jira ma ogid adigii malakamuud isma huraysaan adigii malakamuud haddaada goortay taa adigii malakamuud isma huraysaan wa su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can akyasinaasi dadka yaa ugu caqli badan fa qaala wuxuu yihi nabigu aktaruhum lilmowt ninka mowtka xusidiisa ugu badan أكثرهم للموت ذكرا نينك موت كعسكي سأقو بدل وأشدهم له استعدادا نينك موت كأدي أرقروبي أولئك كواس هم الأقياس ويو النبي وأكو عقلك بدن أصحاب عقولك ذهبوا ويلتقن بشرف الدنيا الدنيا شرفت هذه وكرامة الآخر آخر كرامة هذه ويلتقن إمام الطبراني يا حديث كوري في المعجم الصغير بكوري نمبا شاكي شاكي وحو ورقور قروح بدن باندسي ونعد أودستي guriga quruxda badnaa wuxuu yidhi maalintaba shumaca ugu soo booday wuxuu ihi guriga laga soo bixiyey ayaa waxaa soo nibdaada wuri alow jikada jiif markaasaa islaantii weydiiyey iyo ilmihi oo jikada yaa meesha ayaa i keen markaasay dhaheen annaga ku keenay markaasaa ku yuri maxay i keenteen jikada markaasay dhaheen may waa shumaysayo inay guriga naga hallaysaan diidanay waa odaga dhammaan soo shaqeeyey markaasuu yuri ma saasa ahaa shibaankii yari wuri waa baxay waxaan ogaada wuri waxaan aniga inaan waxba kulahayn waxaani dan unbaaba ugu daali gurigu soo waxeeyey ninuu ka gatay wuxuu ku yihi intaas miyasiina inaan kusii jira haa jiingadiiro meel uga dhisay gurigii filad ahay ciddii ay ku jirtay intii kalena masaajidoo ku dhisay markaasaa maxaa dhacay odagu waa naga waashay waa lagu qayliyey markaas wuxuu yihi maya ma waalane markii shuu nagu dhaca haddii layidhi gurigii aad naga hallaysaa inaba guriga waxay gurigii aad naga hallaysaa kabaro jikada ay soo seexiseen waxa dan igu jirta mii sheegi kartiin haddaan ka dhinto waxaadan igu jirta mii sheegi kartiin may jingadaas ku noolaada wuri beytkaasi ilaahay dhistaaniga kaasaa dan igu jirta wuri danta aan leeyahay ee ugu muhiimsan waa kaa marka waxaan ka wadaa waxa weeye wax la shaqaynayo oo dhan hadduu shuban yar kugu dhaco ama tagto intay kaasoo wadaan islaantii ilmaha iyo haddii lagu naxariista jikadaa loo geyna olesh guriga aad ka hallaynaysa waa guriga adiga aad ku tiri ta cabeeshe marka waxaa lagu qaata lacagtaad hayso inaad qofka maskiinka ku sadaqaysato sadaqadu waa difaaca ugu fiican qof bixiyo waxaa ku fiican dadka ehelkaaga ah ee kugu hoos gaajoonaya kabar malaayiin baad kii urbixinaysaa kii habartaa dhashay kii eedadaa dhashay kii walaashaa dhashay kuu walaalkaa dhalay ehelkii qaraabadii macalinkaaga dugsiga ilmihiisi halkaasay ku wada gaajoonayaan berke dhulku hayaan adiguna fanfan waatay abgaal ismaa shirbeen waxay yidhaahdeen ninna shaarka ku yaraaday ninna shaahow shuba waayey ninna shaarka ku yaraaday ninna shaahow shuba ninna shaarka ku yaraaday bulshum kliyaad ka barasta kliya labada kliyo ehelkaagii iyo qaraabadaadina albaabadaad ka xiratay waxaa kaloo meesha taalla dad badan oo inaga naga mid a ayaa waxay takooraan hebel hebel ahaa qamriguu cabaa jaadkuu cunaa sigaarkuu cabaa isku firqa ma nihin heblaay hebel waa dhillo heblaay hebel balwada yeelatay saas hebel hebel saas waay waa fasaadi maa
قليل الرحمن نبي إبراهيم إله سبحانه وتعالى وكوي المركون نكس تدجيك قال كأوتجي وكوي الهوي سي عاوي من إنجلي واحد عنا السي مسافرنا وكوي نبي إبراهيم هذا صار مسلم تبقى أمبوك مرتجي لك نبي إبراهيم قال الرحمن بوها يا وكوي قال كي كتير تحرد وكوي هذا مكان صار مسلم تو أيانكم مرتجي لك كرا سكركم مسؤولين كرا إيه جوجو ميست وملائكته يعلونيس ملكو نيكي أري ملكو جبريل بالله صدر عليه السلام إبراهيم إلهي وحوكو يري الله سبحانه وتعالى وحوكو يري نينكا عركا يستيتن جروي سيدي سانا كفار نمي أسكوب أنكو نوليناي كو إساقاي وعركتا سدو يالي وقروح بدن يهي ما هل حبين وكوسو مرتي أياد وحسين ويس هل حبين ميال أدو القادوي سيدي سانا عني أدو القادوي كفر نمديسي وقوي نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارطي وكذا بتجنيك ورسول الله ورسول الله ورسول الله وحولواي هي عن لابته واحد إشي قصة قصده محق وقصبة سؤال يقول ياجي وحنا إيش سواد جديد كفار بعدها يتروي سؤال معنا مركز سوي سلاس بعد على إلى سبحانه وتعالى مركز جبريل يصدر مركز جبريل بائم وحويري سديت الصلاة أيام متقارنة كاس كفر جه قال كاي عن ساقي ما هلا حبينا أدمي أدمي من جلوي سادون كي ما هلا حبينا إيمي إيمت سر ويس أدون كي أشهد أن لا إله إلا الله أول أشهد كوقرت مش يكون مسلم قال كوا رسول الله بت مركب حاوي قفك هو ريركع قفك حن إعد حمانتك أركيس قفك أذق إقرات إنه حنية وحن كده لها إن هعين وح أوبهن يقعد وهاي سنة حسين حسين قف كاسي إلهي بأبورتي استقال الحساب طمايو قف كواني لا صاحب إيه لكن هبل بلود ليه هبل بطريقة معها هبل واسدان قف كما قال هذا مسلم هذا قف كباهن إيه كوباهن إيه مركاسي كأنت كوتاكتي قف كأنت كوتاكتي استقال مال قف أذي كأنك كصامتي أو كيرو أباهن هاي أو كأنك كوتاكتي قف كاسي جاس ما منا قال مسلم هو قف كاسي أنا لبات سكامون نادي هذا يجبر لله حتى هذا يقام برأب هذا يقام برأبيه قوي واحد أود السي هنا جنوا الشيء لا الشيء كيس هذا كنا هكو حمين هذا كنا هكو حمين فتح على كلا قالي وحلو امتحان وي صعداي وحلو السي هذا يست امتحان وي عارف ما كه يست امتحان وي وحلا جاي أبا نمبا قف بالغين يا ما جبر أمويل أمن أضي أمن سلان وحرها هذي قف باللغيني قف كاللغيني مد جيسها فيرنا يحوليها الله أنا عريان أنا مد كعريان كا القرنية مد إن دلاء بعورية يحوليها بلها بالحبو أركا كا إيه متقعنا لا هي وحبو مغلا مد إجا لعبة عورية يحولي الله أنا وحبو مغلا كاس وحبو مغلا ده حلم روح مغلا لها كان لغيني وحو عورية كان باسكيل كوتا يحوليها دم باسكيل هلا هيا كان باسكيل كوتا وحو عورية كان موتضة وتا وعليه دام موت صاصف كله إلا هيا كان موت صدا وتو عريه كان باورك يرسك وتو قرفك كان باورك قرفك وتو كان باورك قرحان وتو كان باورك قرحان وتو وعريه كان هليكوبتر كديار دوت يكون مش كرسي عليه دام كاسف كله إلا هيا كان هليكوبتر كديار دوت ديار الدوين بكون مش كرسي طبعا أرس خيا طبعا كمان ما بني أدم قلوا قلوا هكوا حال ربع والقف كان قرطنا أركيس ee gaajisan ama ehelkaaga tusan ku fahamsanayn xitaa ina adigu isku aqeeda atihiin oo mataqana ad ka aragtay qallo ama waxii ka aragtay qofkaani hadaa waxay sa qofka qoodi ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado qofka qoodi oo qofka baahan ama dhibaateysan ha ku fiirsan dhibta adigu uu eegay igoo siyaasad ma aha anigu hadaan ahay al-tihad ma aha hadaa ahlu sunnah ma aha hadaan ahay mataqana إس سلفي سلفية معها عصام معها الوحدة معها تكفير ما وح أوفيرني مسلم ما أوفيرني قفك هو باهي قفك باها وحسي وحن إله بك السي هذا هو وحسي ها قفك سحق جانسة وحن إيه تقفك عسي استجو مال حم كجرا إنه أديك درت تمرك وناجع عركو وظن ده بيحكى ولا سكوا قبكرا لكن هم قولوا لا سكوا قبكرا يوح يوك هالمضاع ee qofka markaa u baahay salaahan islaantu jaadi cunta oo qamriye abta
oo sigaar dhuuqda oo adiguna waa la mid ilmay dhaleen ilmuhu waa baahan yihiin adiguna ilmaadira la tah ama ilma abtiyi kula yihiin ama ehli qalaabaatiin ee haddii istiraa xumay islaantaas buluud dhalay iyo odagaas faasiqa haddii istiraa xumay ilmuhu maxaa ku ogaatay xaq ku ogaatay ilmuhu ayagoo koosnool yihiin maxaa ku ogaatay ha ayga ka mudnaa xumay islaakaa daab adiga tiriba aqeegu sii ilmihiina walaashaaba laga yaabaa inaad xilli hore isku dhacdeen oo wax isku qabateen oo isku qabateen ma taqaanaa dhalka isku qabateen inaad arrimo kale isku qabateen nin ay bari la dhuumataa isku qabateen walaashaaba la balanto tiri wiliga nin aan ogeyn aniga guursan wax la yaabaa inay kugu tala diido walaashaa ilmahay dhashay oo baahan ka war adigu ilmahaaga dad dhergan yihiin soomaalida ku badanta soomaalida weliba reer koonfureedka ku badanta reer koonfureedka ku badanta qolada carabka cadcadda ee reer marweynaha ayay aada u sii badantay hawiya ha ee aada ugu badanta hawiyu aada bay ugu badantahay dadka cadcadka waxaa laga yaabaa laba guri dii kore hoos kala degan yihiin weelkii hoos degan ama walaashii hoos degan inay qadayaan xalna qadeen saa kale isa quraacan isagana intuu cuntadii ka dhergay inuu daadinayo yaa laga yaabaa haddana wax yar oo isqabtaan islaantaa qabtay iyo waalka islaantuu qabo oo isqaroofay ama islaantaa qabtay waalka isqaroofay ama walaashaa isqaroofay ayaa laga yaabaa in mataqaanaa ay aad ku xumaynayso iyada iyo ilmaheeda ama isaga iyo ilmihiisa iyo naagtiisa iyo wixiiba ay u gaajoonayaan adoo wax u heli karta ka war markaa marxadda noocaas adigiyaa kuu qoray inaad saa u dhiregto kansa ayaa u qoray inuu gaajoodo waxaa iska qaban karaa war waa saanay wax yihiin isaanay wax yihiin waa la isdhihi karaa war qof xunaata iyo qof xunaata waa hadal waa isdhihi karaa laakiin baahida laiskuma fiirsado duruufta laiskuma fiirsado qofka walaalkaaga ahee dhiban waxaad awooda si nabigeena caleyhi salatu wasalaam wuxuu dhahay qof waxaa jira hal dirham bixiyey ama hal doolar bixiyey oo ka ajir badan oo ka xasanaad badan qof bixiyey boqol milyan oo doolar ama dirham bixiyey see ku dhici kartaa leeyi see ku dhici kartaa leeyi nabi maxamed alayhi salatu wasalam see ku dhici kartaa nabigiyo nabi allow see ku dhici kartaa hal dirham anoo bixiyey boqol milyan boqol dirham bixiyey hal dirham qof bixiyey suu aniga ajir badnaan karaa ninka laba dirhan haysto ama laba doolar haysta isaas intuu u fiirshay ilaahay dartiina qofkaa maskiinka ku saacid ee labadii mid ka bixiyey iyo adigoo qasanta kuu buuxdo boqol milyan a boqol kunood bixisay maisu dhigmaan isuma dhigmaan waxay taa ka tarjumaysaa sadaqada iyo waxbixintu inay qayr badan tahay marka aada waxba haysan lama xabo rootiya laga yaabaa ama xaba rootiya laga yaabaa inaad saaka quraac ku tahay oo habrarta alnoosha abtiyaasha alnoosha waa alnooshahay ama meel lagaa sii xabada rootiga adigoo haysata ama labada xaba haysata qof baad baahan baad aragta kala goosta sii way ka qayr badanta wax kasta kan halka sana quudinaya qofka maskinka waad ka qayr badan sababtoo adiga wax kale ma lahin xabadaa rootiga haysa aad hesha waxna meel kuma ogid qadana meel kuma ogid cashana meel kuma ogid xabadaa rootiga kala gooy marka jab kala sii xabadaa rootiga jabkiisi laba xaba haysataa soo maaha laba xaba qumisaa waataa laba xaba rooti ama kimis wax ka sii qof kale ee baahan ha waa tan ugu fiican oo u wanaagsan laakiin sadaqadu markaa sadaqa noqon mee markay takaha badato bahasha aada tabinba waxaad bixinaysaba miisaan badan male ces badan male sababtoo adi maba tabaysidba marka warka waa ku dheeraaday waxaan qabaa aniga un ku talinayaa ragga tujaariinta dadka aan waxba haysan ee hoostooda ku nool hoosa u fiiriyaan dadka tujaariinta ah kibirka iyo iska dhaafaano dadka tujaariinta lacagta meesha ay ku bixinayaan ha fiiriyaano waxaan waa lagu fiirinayaa imtixaan baa kugu socda lacagta ilaah bay ku siiyey qaarun wuxuu yidhi aqoontiida cilmiga ku gaaray waxaa la yidhahdaa alla subxana wa tacaala markuu inta kibri lacagta ku kibray nabi muuse naa ku yidhi u tag oo ku dul oo way u kufsada nabi muuse dheh markuu yidhi oo lacagta u adeegsaday nabi muuse u habaaray alla subxana wa tacala marka waa aqbalay dhulkaa lala gooyay waxaa la yidhahda ilaa hadda way sii socdaan asagii hantidiis waxba kama harin ha marka waa lagu imtixaamayaa hees dhiinka jidan ku gaaray iyo maskaxdiidan shiila iyo maya ha ilaah baa bixiya risqiga ilaah baa bixiya ilaah baa ku isaaqay ani marka waxaan kugula talinaya waxaa weye keliya lacagtaan si xun ha u adeegsan lacagtaan ehelkaagii ka baahanin lacagtaan sakadeeda la jeclaysan sakada farsamaha u isticmaalin kale ha qiyaami ilahay ma qiyaami kartid sikadeeda kuwa ugu mudan si ee cayladaada ah dadka baahan wax si
هنداد لو شن هيسا شرن بيه وما شوف يعني أنا وقلت تلنيا سو قفك صومالي هاو أما جنبي هاو قفك وحيستو تلا قفك اللغة دي ديقان وحنكو هل دي فهميو تلانكو سينية وحط هيسينا وحكب بحيسا وحكب في عن ملي لعقت إيه هنتيد إلهي كسي ديق دانا تدك الله وقم فعنو لغم الظلميو تدك الله وقم الظلميو وقالو فيني حتى أنا تكون ظلميسو وتكون بحسني كذا إيو تمشي ذا إيو تمشي له إيو تكين اللي قد له إيو سياسة ذا إيو إنا قف إيه الكاي قف مسكين قع بريسو ودقو أوسيا قتة حد ذات كوب بحسو ما نكيم لك مودا إيمانية هالكاس كله ما علم بكو قبر إياه مكاسس مالكي جيو لبكي سيو وإني دار على سحلي سيدر على لنا سلسي سيدر على لنا سلسي إلهي أنا قد يقو كوي متقانا كوي توفيق ده إلهي وافجي إلهي نقدر توفيق الله وافجي إلهي توفيق الله وافجي إلهي وده تحسن هنا قدره إلهي كسب كأن تتعب كي واحد تعب بينه إلهي متقانا هنوقد يقول وحونا أحسن وعم خست قيسنه إلهي أولادنا هنوقد يقول أولاد باهرية وصالحة وحوجاني سين صومالي وحصومر تجار بدم بصومر أدون كان أساسي صوت مرير رجت جات كوي حاران تقودنا المهود ما أنتوا عندنا دامين ونحدد حاران عود كاسيس عود المها هو حاران أسيس هو عنو جاو حنا قمية حنا قمية نه 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 أنت با 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 ها سو أرد سما هو عنو جا أت كمس حاران أسيس عود قمت دامو حيل هيد أسيس عنو جا سي وحنا قمية hanti aad uga dhimatay dhalkeedana waxa noqonaya ilaahay barakada ka qaaday ha hadaw adduunka oo hadaw xilli lagu jiray marka la fiiriyo wax kasta ilaahay barakada ka qaaday salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.